السلام عليكم. سواليف الهكر وما الهكر الايام هذه قاعده تزود. ترى المواضيع هذه اكثرها كذب. اي نعم اكثرها. الو السلام عليكم، اهلا وسهلا يا جماعه الخير. استاجرت هكر من الدارك ويب، سلسله معروفه، اخر مره نزلتها قبل 360 يوم بالضبط، ولكن في خطا طحت فيه في الحلقه الاولى. اذا ما شفت الحلقه الاولى بعد ما تخلص الحلقه هذه راح شوف الخطا اللي طحت فيه حرفيا. في الحلقه الاولى يا جماعه الخير دخلنا الدارك ويب، استاجرنا هكر من ذيك المنطقه. بعد ما استاجرنا يا جماعه الخير ما قعدنا ما يقارب 10 دقائق الا تهكر الايميل الخاص فينا. ولكن في شيء نسيناه، اللي هو يا جماعة الخير الإيميل اللي سجلنا فيه في الصفحة هو نفس الإيميل اللي دخل فيه خوي. يعني من أول ما ضغطنا كليك ودخلنا للصفحة هذه انسرقت كل المعلومات حقتنا، وكنك يا أبو زيد ما غزيت. ولكن اليوم قررت أسوي لهم تجربة، والتجربة هذه راح تكون قوية. قلت أوكي أنا راح أدخل الدارك ويب ما عندي مشكلة، ولكن راح أسوي لكم ثلاث إيميلات، وثلاث إيميلات مختلفة توها جديدة، وراح أشوف يقدرون يهكرون أو لا. الإيميل الأول راح يكون جيميل، الإيميل الثاني راح يكون بروتوميل، والثالث هوت ميل. طبعا الأقوى في السكيورتي جيميل، ما يبي له واحد اثنين، ولكن برضو ترى يخترق. يا جماعة الخير، ولكن في مشكلة أكبر من كذا، اللي هي تذكرون الجزء الثاني من هذه السلسلة نزلناه وحذفه اليوتيوب، قال لا تصور الأشياء اللي جوا. نزلت مقاطع في التيك توك تسريبات، اللي يبغى يروح يشوف. إيه في التيك توك حقي، روح انزل تحت شوي تشوف تحصل المقطع المحذوف من قناة فيوار. فراح الآن نخلص المهمات هذه على السريع. راح نسوي ثلاث إيميلات مختلفة، وراح نستأجر ثلاث هكرات، ثلاث هكرات، ثلاثة هكر، ثلاث رجال من الهكر. والله عارف إني بنسرق، عارف. ترى في نصهم كذابين ها؟ طبعاً. مرة الأولى ترى أنا وريتكم تجربة واحدة، ترى انسرقت حوالي ثلاث مرات، بس ولكن وش أسوي؟ أقول لكم إني انسرقت وقعدة بكبك؟ لا، لازم أنزل لكم الشيء على طول. راح نجرب الآن. طيب أول شيء يا جماعة الخير، هذه هي القائمة المخصصة للطلبات، المنيو حق الهكر. الخيار الأول اللي ب 250 يورو، أول خيار. طبعاً الدفع راح يكون عن طريق البيتكوين، 250 يورو ولكن بالبيتكوين. أول خيار يقول لك عمل بسيط عندنا، يخترق لك إيميل، فيسبوك، حسابات، هذا الموضوع عنده مرة بسيط، 250 يورو من البيتكوين. أبو 500 يورو، يقول هذه وظيفته متوسطة الحجم، هذه حق التجسس ويخرب على بعض الأشخاص، برضو يسوي هجمات أتاك. الشيء الثالث يا جماعة الخير أو الخيار الثالث اللي بسعر 900 يورو، وهذا اللي مستحيل إني أشتري أبداً أبداً. انتبهوا ترى في بعضهم كذابين. هذا خيار يقول مهمة كبيرة ولكن تقدر تنجزها ولكن تحتاج عدة أيام. أنت اختر اللي تبي، وش تبي بس بالضبط من هذا الهكر. حنا راح نختار أبو 250 يورو، راح نعطيه إيميل، ودي في البداية أعطيه الجيميل وأشوف هل راح يقدر يسجل دخول أو لا. ما راح أحط تحقق ثنائي داخل الإيميل، راح أخليه بدون تحقق ثنائي عشان تبان فائدة التحقق الثنائي في الإيميلات. والله ما أدري هل ظنكم يدخل أو ما يدخل، خنشوف. طيب طلبنا يا جماعة الخير هذا الطلب اللي هو ب 250 يورو من البيتكوين، راح نشوف هل في استجابة أو لا، وحاط وسيلة التواصل عن طريق التليجرام، راح أتواصل معاه ونشوف. طيب يا جماعة الخير، في لحظة الانتظار هذه قررت أوريكم جزء من الحلقة المحذوفة، جزء مرة بسيط، شوفوا معي. ريبالات تنباع، أشياء كثيرة، طبعا هذه كلها مسروقة، مسروقة يعني أنا ما أدري، خايف ولكن أتمنى ما حد يجربها. هذه وشي وستريونيو حقت حوالات 2000 دولار ب 120 دولار. طيب المقطع هذا طبعا كله اشباع فضول الناس اللي كانت ودها تبغى تشوف وسام وش في الدارك ويب، انه قبل دخلنا الديب ويب. طيب ندخل صفحة ثانية، هذه وش كريدت موني ما ادري وش هو، هذه حقت فلوس جيفت كارد، يو هي اللي مرتبين بعد. شوف بطايق الستيم 35 دولار فيها 250 دولار، هذه التجارة بأم عينها، بس أتوقع ممكن نصها يكون كذب، ما يكون فيها شيء صدق. يعني أنا قاعد أسجلكم وأنا متخوف طبعا. طيب ما نبغى نطول في الروابط هذه. طيب ندخل، وش هذه شكل عليها طلب؟ دقيقة، هذه وش ذي؟ أوب دولارات. أخيرا يا جماعة الخير بعد طول انتظار، طبعا مو في نفس اليوم، قسم بالله العظيم انه في اليوم الثاني، وزيادة على كذا التليجرام حقي فل ناس، فل 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 ناس كذا تتحدث باليلا انتبهت له. خلنا ندخل ونشوف. طيب يا جماعة الخير كاتب لي هاي انجليزي شوي يعني مو مرة، ولكن يقول اكلمك بخصوص الايميل وات يو نيد ناو. طيب بكتب له انا هاي، اريد رؤيتك. لا
ايوه اي ونت تو هاك ان ايميل. يا سلام، وين التليجرام؟ بسم الله. جوجل اللي هو العم حرفيا. راح ننتظر ونشوف. ودي اساله يا جماعه الخير ولكن مو الحين، دقيقه. يوم ما جاءت ثاني انا بس المشكله في السبيلينج، فهمت؟ ولا ودي قسم بالله العظيم اكتب له، لكن انحرج يعني يوتيوب، لازم ما في اخطاء، لازم كل شيء كامل، لازم ما تخطي نهائيا. يس سير. اقول له من وين انت؟ من اين انت؟ وير ار يو فروم؟ ها وير دو لا لا اين تعيش؟ لا وير ار يو فروم؟ من اي بلد انت؟ يلا بيفهمها ان شاء الله، ان شاء الله يفهمها. شوف شوف عندي التليجرام يا جماعه الخير هنا على اليسار، شوف كيف ينزل. ها شوف كيف ينزل وكم وقت تحتاج. راح اقول له كم من الوقت تحتاج. How much time do you need? اوكي انسخ. لكن عليك ان تدفع لي النصف الاول من المال الان وعندما انت صح صح. طيب انا دفعت يا حبيبي. الو دقيقه، انا لقد دفعت المبلغ. انا دفعت المبلغ كامل 250 بي يعني بيتكوين. بيتها كذا تكتب. لا يكون احتيال في الموقع الخاص بكم ان يور عيال. اذا في اخطاء انجليزي تكفون يعني، لا حد يسوي نفسه يصحح. اهم شيء انكم تفهمون علي، وان شاء الله هو يفهم علي. يومين، وش اليومين؟ كني قرأت يومين. ثواني، لا يوجد وقت يا أخي. تستغرق بعض رسائل البريد الإلكتروني 3 ساعات، ويستغرق معظمها يوم أو يومين. يعني وش؟ أوكي، يمكن يخترق في يومين 3. يعني أتحقق. أوكي أبغى أعرف من وين، أين تعيش؟ بقول هي وير آر يو فروم، أين تعيش؟ وير دو يو لايف؟ إف ميوزر نيم يور إيه فروم. وش هذا؟ أنا زعجته بأين تعيش. الرجال جاي يبغى يشتغل وأنا قاعد أشق بالأسئلة. أعطني المستخدم الذي تدفع منه. طيب أو خلني أسأله، هل تريد اسم؟ مو الاسم، شو اسمه؟ هل تريد كيف أجيب له؟ مو يوزر نيم. طيب وكيف أعطيه اللاير حق البيتكوين؟ بقول له تحقق من المحفظة. مالك دخل في الاسم الخاصة دي البيتكوين فورورد. معليش شباب على الترجمه والله، معليش عيال، بس ما في لي. لماذا؟ كيف اسميها لقافه؟ بس والله اريد ان اعرف فقط. يلا نصح يا عيال. اريد ان اعرف فقط. طبعا انجليزي ها. ان شاء الله انه صح. هل تستطيع لو اكتب في المترجم لقافه تطلع؟ لقافه فقط. والله الفارسي. One second، وش هذه one second؟ نعم أعرف، لكن أحتاج إلى اسم المستخدم الخاص بك لتحقق مما إذا كنت أنت أم لا. أوكي. لا، إما بديت أتوتر. إما والله ياهو ساحب علي يا عيال، أبغى أعرف من وين هو. والله ياهو صافطني صفطة، الله وكيلك، جاطني في جدار. بلور تكفى يا أبو منتج على الجزية هذه حقت لكام. أنا أرسل له الإيميل مرة واحدة. أوكي كتب يس. اوكي سند مي ذا ايميل. اوكي سند يعني ارسل لي الايميل. اوكي بس انا ما فيني اتحمس، رحت هناك. اوكي هذه بلور بعد. طيب انت خلينا نشوف هذا كلام. هذا وش هو؟ وماذا تفعل؟ ماذا تفعل يعني وش ابغى يسوي فيه؟ طيب اريد باسورد الخاص به، اريد الرقم السري الخاص به. اي وانت ذا باسورد. اوكي ذا ايميل يس نو بريد الكتروني ام ماذا؟ اي بريدك. لا 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 اوكي يسال. اكتب لي يس لايك يور نيم. قصدك انه مثل اسم المستخدم. اي يس 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 اي نفس اسم المستخدم نفس كل شيء. بس تكفى توترت الله يرحم امك. اعجل ابغى اعرف من وين. والله لجيب. من اين انت؟ وير دو يو فروم؟ وش قاعد يستهبل؟ ثواني خلنا نجهز هذه. ايش يقول يا عيال؟ ثواني تريد ان تجرب اذا كان بامكاني اختراق البريد. اوكي كيف عرب بقول له نو يا اخي ايش مسوي انا؟ هذه ايش؟ انا ايش مسوي يا عيال؟ كيف عرب؟ والله كيف؟ الجزائر. اوكي جوي يما عاد هناك كلهم عرقين هكر. هل تتحدث؟ تكفى قلي تكفى يوس بيك يا عربك. كيف اعرف يا عيال؟ كيف ارد على هذه؟ تذكر بالجوال اسوي كذا اسحب. ايوه اي ليتل
اني اجرب اكتب سلام عليكم، اشهر كلمه عندنا. احفظ الانترنت عندي يا عيال. آه لا لا رجع شبك، رجع. عليكم السلام. اوكي اتكلم انجليزي معرب. اهلا اخي، اهلا اخي، اخي انا اريد الباسورد، لا اريد الرقم السري الخاص في الايميل. اي كذا ايميل اتوقع صح او كذا، والله ما ادري. انا كنت ناوي اجيب واحد من اخوياي ولكن راح وخلاني، كنت ابغاه يترجم لي ولكن سحب علي قسم بالله. كنت خايف والله من النقطه هذه، بس قلت يلا دام رد. قال لي شوي شوي بجيك، فكت الدفين وانتظره. But maybe think sometime. والله احس الكلمه ذي مو غريبه علي، انا في اختبار ولكن ربما يستغرق بعض الوقت. اوكي اي ام ووتينج عشان ما اخطي. لا بكتب لا انا انتظرك، انا انتظرك ماكسيموم 2 داي. اوكي 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 والله طول، هذا بيطول. اوكي انا في انتظارك، بكتب له بالانجليزي عشان انا في انتظارك. عربي انجليزي اي ام ووتينج فور يو. طيب نعطيه يا جماعة خير يومين وإن شاء الله أنه يخلص قبل يومين بإذن الواحد الأحد. اليوم يوم الخميس 26 يناير، يوم الخميس 26 يناير، ننتظر الجمعة السبت، يوم السبت بإذن الله لهم خلصة. باك يا جماعة الخير بعد يومين، اليوم التاريخ 28، شوفينا 28 بعد مرور يومين. صدق كنت متوقع أنه يرسل لي على العصر ولكن ما رد علي. رحت أنا وقررت أني أكلمه وارسلت له اهلا اخي ماذا حصل على الايميل، على موضوع الايميل الساعه 17:30. قال لي انه باقي ما خلص لحد الان، يعني شغال على الموضوع. بعدين رد علي بعدها بساعه ونص وقال لي في مشكله في التول اللي يستخدمها، الاداه اللي يستخدمها في التهكير او التكريك او التخمين عنده مشكله فيها، وانه هو الان قاعد يشتغل على الموضوع هذا وانه قاعد يصلح الاداه هذه. لحد الان الامور مبشره، ما لقمنا بلوك وامورنا قاعده تمشي في السمباتيك. راح اكتب له اوكي. طيب نروح المترجم يا جماعة الخير ونقول له كم من الوقت تحتاج. How much time do you need؟ يب كم من الوقت تحتاج؟ آخر استفهام عكس. يا أخي المقاطع اللي فيها انتظار زي كذا حرفيا توتر. ولكن إذا وصلت لهذه النقطة ولا ضغطت على زر اللايك ولا اشتركت في القناة، أتمنى إنك تنزل تحت تضغط على اللايك وتشترك في القناة، بقينا شوي نوصل 400,000 متابع. يلا عاد 400، عاد 500، بعدها مليون، بعدها راحت. يا أخي قسم بالله العظيم شيء جميل. ليش الشعور الحلو ذا جاء الحين؟ يب ننتظر ونشوف. طيب يا جماعة الخير تواصل معي الساعة 20:45 وقال لي انه خلص من الايميل وسوى كل شيء، وعطاني الايميل وغير لي برضه فيه الباسورد، لكن في شيء مو صحيح حرفيا سواه، اللي هو انه قال انه شال التحقق الثنائي. التحقق الثنائي انا شايله من زمان، انا قايل لكم راح اخلي الايميل بدون تحقق ثنائي، ولكن والله سواها. بعد دخلت يا جماعة الخير وقلت خلني اتحقق يعني بشكل كبير هل هو دخل وطلع ولا ايش صار، ودخلت على الايميل حقي وابغى اشوف الاجهزة، الا احصل يا جماعة الخير الشخص هذا داخل الايميل وبرضه طالع لي انه من نظام لينكس. ودي اكمل في الايميلات الثانية ولكن اتوقع الايميل هذا يكفي، او اني اخليها كذا بعد فترة، ولكن ترى تحتاج ميزانية لان هذا ممكن ضبط معي من اول مره، ممكن المره الثانيه ما يضبط معي. زياده على كذا في الاخير بلكني، يعني سوى لي الخدمه هذه كلها وبلكني. لهنا وصلنا لنهايه مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع. بعد انقطاع من هذه السلسله مده سنه وشوي قلت لازم نرجع للسلسله هذه. اذا عجبك مقطع لا تنسى تشاركه، واشوفكم في امان الله. سلام عليكم.